الخير. بعد ما استمتعنا بالحوار الشيق بين الكابتن إيهاب الخطيب والكابتن علاء مهوب بخصوص كرة القدم والصفقات والانتقالات، واستمتعنا حديث من الكابتن علاء مهوب، يعني حديث كبير وحديث عظيم بينه وبين الكابتن إيهاب عن أحوال النادي الأهلي في كرة القدم، ده أكيد بيهم جماهيرنا وأكيد بيهم جماهير النادي الأهلي أن يكون النهاردة موجود معانا في الألعاب الأخرى نجم كبير، نجم من طراز خاص، 36 بطولة ما شاء الله في 17 سنة نادي أهلي. هو جه من نادي سموحة على النادي الأهلي هو عنده 18 سنة، عمل 13 بطولة من 14 بطولة في 4 سنين مدير فني. مش عايزين نحسب وعايزين نقول إن هو أسرته كلها أسرة رياضية جميلة. لازم نتحاور معاه، مع كابتن حمدي الصافي المدير الفني لسيدات النادي الأهلي في الكرة الطايرة. كابتن حمدي مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد. انا الحقيقه سعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده، يعني عاوز اقول لك يعني بجد، يعني انا يعني الحلقه دي منتظره من فتره. طبعا انت عارف ان انت يعني كان من فتره المفروض نبقى مع بعض، بس يعني الحقيقه الحمد لله. يعني صدقني يا كابتن حمدي انا هقول حاجه على الهوا، احنا بنتكلم، انا يعني انت نجم كبير وكنا تقريبا لعبنا في جيل واحد مع بعض، لكن فعلا حاجه تسعدني النهارده ان كنا نتحاور مع بعض في حلقه الاهلي الليله عشان نطلع كل القديم والجديد. اعتقد يعني دي هتكون حاجه كويسه للجماهير. اكيد طبعا الحوار معاك هيبقى باذن الله شيق، وطبعا جيل واحد طبعا وحافظين بعض، حافظ يعني حافظ كل حاجه. كابتن حمدي احنا هنقسم الحلقه دي ثلاث حاجات. تمام. هنقسم الاسره، ودي حاجه مهمه جدا في الحياه، ونقسم تاريخك كلاعب وتاريخك كمدرب. 36 بطوله ما جوش من فراغ، جيت من اسكندريه للاهلي وانت عندك 18 سنه. عايزين نرجع بالتاريخ لورا شويه. رحت ملعب كره الطايره ازاي في نادي سموحه؟ الحقيقه نادي سموحه يعني كان عنده حته كده اللي بيستكشف اللعيبه من خلال دوري المدارس. اشتركت في دوري المدارس. تمام. مدرب نادي سموحه شافني. الحقيقه كنت متفوق، يعني ما كنتش لسه انضميت طبعا لاي نادي، بالفطره كده كانت الكره الطايره، يعني حسيت ان انا موهوب فيها. ولعبت دوري المدارس وتفوقت وكسبت البطوله مع المدرسه بتاعتي، والمدرب شافني وقال لي انا حابب ان انت تيجي نادي سموحه وكده، او حدد لي ميعاد، ورحت الحقيقه وضمني للفريق فورا. وفي السنه دي على طول احرزنا بطوله الجمهوريه يعني. فعلا. طب قول لي احنا دخلنا الطايره كام سنه؟ يعني كان عندك كام سنه لما دخلت ملعب الكره الطايره في نادي سموحه؟ دخلت ملعب الكره الطايره تقريبا كان عندي 11 سنه. يا تاريخ قديم قوي. فاكره كويس طبعا. فاكر اول يوم رحت نادي في سموحه؟ فاكر. ايه عملت ايه؟ الحقيقه طبعا هو كان في يعني قبل ما بيكلمني نادي سموحه، مدرب نادي سموحه، كان المفروض في مدرب في سبورتنج كلمني، والميعاد انا رحت في الميعاد وكده، بس ما حصلش نصيب ان انا اقابله. فكان نصيبي في نادي سموحه، فكنت رايح يعني متخوف شويه ان انا برضو يحصل نفس الموقف، انا نفسي العب في نادي وكده وحابب الكره الطايره. بس حصل نصيب وقابلت المدرب، وساعتها لقيت الفريق بيتمرن وضمني للفريق فورا، ورحبوا بيا جدا جدا واندمجت معاهم بسرعه. وبدات يعني تلعب كره طايره؟ وبدات على طول العب كره طايره. يوم ما دخلت النادي الاهلي كلاعب تفتكروا؟ طبعا. ايه بقى احكي لنا الموضوع ده. خلي بالك انا بتكلم على خلفيات محدش يعرفها. يعني زمان اجيالنا ما كانتش عندنا بقى تلفزيونات وسوشيال ميديا. لكن عايزين نعرف من حضرتك دخلت ملعب كره طايره ازاي في النادي الاهلي، او وصلت النادي الاهلي ازاي؟ هو قصه النادي الاهلي كمان ما كانتش سهله جدا، لان ساعتها طبعا كان في حرب او معركه بين الاهلي والزمالك ان انا انضم انا فاكر للفرقتين. الحقيقه طبعا حسموا ان اهلاويتي واهلاويه اسرتي، ان انا اهلاوي طبعا من الصغر. عظيم. بالرغم ان نادي الزمالك تقريبا كان حصل على الاستغناء كمان. تمام. بس طبعا رجاله النادي الاهلي باتصالاتهم وانقذوا الموقف، والحمد لله رغبتي كانت هي الفيصل في النهايه. ودخلت النادي الاهلي. وجيت اول يوم النادي الاهلي ودخلت على التمرين والحقيقه طبعا انا قبل ما اجي النادي الاهلي طبعا اللعيبه كلها كان ساعتها الجيل اللي موجود كلهم كانوا اصحابي في المنتخب، لان انا كنت في المنتخب من نادي سموحه قبل ما اجي الاهلي طبعا. فكلهم كانوا اصحابي وحبايبي وكنت مندمج معاهم جدا، ودي كانت برضه ساعدت قوي ان انا اروح النادي الاهلي. كانت سهله بالنسبه لك الدخول؟ ان اللعيبه كلهم معايا في المنتخب، وانا تقريبا اللاعب الوحيد اللي بره اهلي وزمالك في المنتخب. فكانت يعني حاجه يعني مندمج وعايش معاهم، وسافرنا بطولات بحر المتوسط وسافرنا لافريقيا وسافرنا كذا بطوله، فكان الموضوع سهل ان انا اندمج معاهم. طيب عايزين نخلص، مش هنخلص مرحله النادي الاهلي، النادي لا ينتهي أكيد، لكن هنتكلم على مرحلتك كلاعب. ما شاء الله 36 بطوله 17 سنه، احسن ضارب افريقي، احسن ضارب عربي، احسن ضارب في مصر، القاب كثيره حصلت عليها الحمد لله. قول لنا
التاريخ اللي انت عملته في النادي الاهلي ده مع الجيل العظيم لكره الطايره. هو انا طبعا كنت محظوظ جدا ان انا كنت مع جيل عظيم جدا وجيل كبير جدا يعني ابتدى بناس كبار افاضل وبطلوا عماد فاروق وكابتن رضا الغزالي ممدوح اسماعيل طارق فريد الجيل القديم ده لحقته سنه تقريبا موسم او اتنين وبطل كملت بقى مع جيل الشباب بتاعنا ميدو مسلحي وماجد مصطفى ايمن رشدي مش عاوز انسى حد وكريمه وجيل كبير ياسين امين كان موجود برضو وهشام صلاح اخو احمد صلاح جيل صح. كبير انا خايف انسى حد مجموعه كبيره كان جيل عظيم بصراحه كان جيل كبير جدا وطبعا اي حد يلعب مع الجيل ده كان لازم يتالق كان كله مكمل لبعض فطبعا الجيل ساعدني ان انا اتالق ان احنا كل سنه تقريبا كنا بنكسب بطولتين افريقيتين او دوري وكاس فكان في فرصه كبيره ان اللاعب يظهر وينافس على الكؤوس وينافس على البطولات فدلوقتي تقريبا بقت بطوله واحده الاول كان عندنا ابطال دوري وابطال كاس فالحمد لله كان يعني بالمشاركه مع زملاتي طبعا كان في ناس من زمايلي بيكسبوا برضو كذا فكان غالبا كنت باخد بطولتين احسن لاعب او احسن ضارب او اي مهاره يعني دي اي مهاره من مهارات كانت اقوى مهاره عندك احسن ضارب كان الضرب طبعا بالاضافه للاستقبال بتاعي والاستقبال انت ومصلحي انا ومصلحي مظبوط كده ما غلطناش طب كابتن هنخرج بقى من اطار اللعب وانت كلاعب كنت دايما بتقول ايه المدرب بيقول لي كلام يا اخي لا وتقعد في الاوض انا اتكلم بصراحه ونقعد في الاوض بقى ونقول لا وده لازم يقول لي كده ولازم اضربها كده قول لي لما بقيت مدرب شفت المدرب كان بيقاسي ازاي انا مشفق عليه فعلا والله يعني فعلا. بجد والله لا المدربين بجد اشفقت عليهم وانا بحمد ربنا ان انا من اللعيبه اللي ما كنتش متعب للمدربين دي حقيقه كنت حاجه محترمه جدا الحمد لله يعني يا رب ما كنتش متعب قوي المدربين كنت متعاون معاهم جدا بس برضو ما خلال 17 سنه اكيد حصل حاجات مع مدربين يعني اكيد تمام. حاجات بسيطه فلا المدربين الحقيقه بيتعبوا جدا على اعصابهم عذرتهم يا كابتن في اول طبعا شايلين مسؤوليه كبيره مسؤوليه النادي الاهلي دي مسؤوليه كبيره مش سهله تمام اسم كبير النادي الاهلي هو المركز الاول بيبص على المركز الاول بس تاني ما جيتش خلاص مسؤوليه لا كبيره مسؤوليه اللعيبه معاك كل الفرقه بيبقى معظمها نجوم معظمها منتخبات لا المسؤوليه صعبه بجد صعبه في اي فرقه باسم النادي الاهلي الصعوبه اللي حصلت مع كابتن حمدي برضو ما شاء الله لازم اقول اربع سنين 14 بطوله دخلت 14 بطوله خسرت بطوله واحده تمام مظبوط تمام احكي لنا اتعمل ده ازاي وجودك في النادي الاهلي اربع سنين اسم كبير في عالم كره الطايره اسم رنان تاريخ اتحط في التاريخ دي حقيقه كابتن حمدي الصافي النهارده في اربع سنين ما شاء الله 13 بطوله قول لي عملنا ده ازاي والانجاز العظيم ده اتعمل ازاي هو بص الانجاز دوت برضو عشان ما نختزلوش مش حمدي الصافي بس اكيد في منظومه متكامله الحمد لله يعني احنا يعني حمدي الصافي كان ليه دور ان هو يجمع المنظومه ديت ويلمها ويدي كل واحد منهم شغله ودوره ويسيبه يشتغل براحته بكفاءته ويراقبه ويبقى حاطط بالاتفاق معاه بالبرامج سواء اللياقه بدنيه سواء المساعدين سواء التحليل سواء كل الناس ديت كانت شغاله في برنامج مع بعض متكامل الحمد لله احنا يعني ابتدينا طبعا انا جيت النادي الاهلي كان باله كتير ما كسبش بطوله افريقيا تمام كان جيل يعني كان عارف اللي هي الحته جيل وجيل جيل بيبطل جيل جيل معظمه بطل وفاضل منه عناصر خبره قليله وفي جيل طالع صغير محتاج مسانده ومحتاج خبره وفي عناصر في الوسط يعني مش كتيره فكانت طبعا العمليه كانت صعبه جدا والحمد لله ابتدينا واحده واحده نبني وابتدينا نطلع ناشئين وابتدينا ندي الناس ثقه وابتدينا نشارك وابتدينا ما نخافش لا احنا كان الاول احنا هنروح افريقيا دي كينيا دي انابيب الانابيب الكيني مش عارف ايه الكيني انا دايما كنت بتكلم مع اللعيبه بتاعتي يا جماعه لا الكينيا والعالم ديت احنا يعني عملنا لهم اسم واحنا اللي عملنا الاسطوره بتاعت كينيا دي احنا عندنا مواهب وعندنا امكانيات كويسه جدا بس احنا لازم نشتغل ولازم نتعب الحمد لله هم جربوا وابتدوا يشتغلوا ويتعبوا وحسوا ان كل ما بيتعبوا اكتر كل ما بيلاقوا بطولات اكتر كل ما بيلتزموا اكتر كل ما بيلاقوا بطولات اكتر وده الكلام ده كان بيتقال لهم ومجربينه كل سنه كانوا بيجربوه بيكسبوا بالثلاث بطولات والاربع بطولات والحمد لله يعني روح المكسب بتاع كابتن حمدي الصافي كلاعب انطبعت عليه كمدرب لا ما بيحبش خساره
بأمانة أيوة. مفيش. لا. يعني البطولة اللي خسرتها دي أعتقد طلع يعني خلاص لسه بتفكر فيها. لا هم عارفين يعني أنا انهارت في البطولة دي. فعلا. دي بأمانة. أعتقد دي أصعب موقف مريت عليك كمدرب. من ساعة ما مسكتهم ده كان أصعب موقف بالنسبة لك. ما كنتش انا وانا لاعب طبعا زي ما انت بتقول مش متعود على الخساره خالص. وكمان الخساره وانت مدرب اصعب على فكره. اصعب من انت لعيب. انت وانت لعيب ممكن تبقى خسران بس انت طالع عامل ايه عامل جيم كويس صح. فيعني ايه خلاص بقى بنقعد مع بعض في الاوض يعني. انا عملت اللي عليا بقى وزمايلي هم اللي قصروا ومش انما انت كويس. مدرب انت اللي شايل الليله كلها. اي لعيب بيقصر انا بحاسب نفسي. ما بتزعلش مني عايز اعرف عملت ايه يوميها يوم الخساره دي بجد. قفلت على نفسك الباب؟ قفلت على نفسك الباب مش هنتكلم كتير في الخساره. خلينا نحسب في المكسب. قول لي يا كابتن حمدي ايه احسن بطوله على قلب كابتن حمدي الصافي من 13 بطوله؟ البطوله اللي انت كنت ممكن تتخيل ان انت ما تكسبهاش كمان ودخلت ربنا كرمك فيها. بص هو اقوى بطوله يعني في بطولتين هم يعني انا يعني يعتبروا من اقوى ومن احسن البطولات اللي كسبناهم. بطوله بتاعه تونس اللي كسبناها من قرطاج في النهائي 3-2 والبطوله بتاعه النادي الاهلي الاخيره لان دي وسط جمهورنا وما كانش ينفع ان احنا نخسرهاش. كان قرطاج برضو وكان فرق كينيا موجوده اقوى فرقتين في كينيا موجودين فرق الجزائر موجوده فتقريبا كل القاره الافريقيه مكتمله القوه كلها موجوده وعلى صالتك وسط جمهورك كان صعب جدا ان احنا ما نكسبش. طب خلينا في البطوله اللي بره كانت في تونس. يعني البطوله اللي كانت في تونس دي اعتقد البطوله الاصعب. بطوله صعبه جدا. احكي لنا مشت ازاي ومشينا ازاي عشان نوصل 3-2. الحقيقه بص بطوله تونس دي احنا ما عملناش معسكر قبليها خارجي. يعني هنا في البطوله الاخيره دي عملنا معسكر خارجي وساعدنا جدا جدا في ان احنا نوصل بفورمه للاعيبه ان هي توصل لاعلى فورمه ليها وساعدنا كتير والمباريات القويه اللي لعبناها ساعدتنا كتير الحقيقه. بطوله تونس ما كناش عاملين معسكر خارجي قبليها. يا دوبك معسكر داخلي لمده اسبوع في احدى الفنادق هنا وتمرينات مع بعض وماتشات وديه مع بعض. فكان الموضوع ان انا ازاي اعلى بالفرقه واحده واحده في البطوله خاصه ان احنا قرعتنا جت صعبه جدا. احكي لنا بقى القرعه جت مع فرقه من الكاميرون وفرقه من كان ساعتها الكاميرون وفرقه من الجزائر كان البطل السابق الجزائر وفرقه ثانيه مش فاكر مين بس كانت المجموعه كلها لعب فيها لبش فيها لبش ومعظم الماتشات طلع 3-2 كل ماتشاتك كل الدور الاول اغلبه الفرق كلها قويه مع بعض كله 3-2 كل ماتشات طلع 3-2 وممكن الماتش يبقى ليك وممكن يبقى عليك بس الحمد لله احنا انهينا الدور الاول بمكسب وتصدرنا المجموعه وابتدى بقى الكيرف يعلى بتاع اللعيبه بدا يعلى واحده 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 وصلنا لدور الثمانيه كده لعبنا قبل النهائي. الحقيقه النهائي بقى جمع صاحب الارض والجمهور قولي وحصل بقى حاجه نمت يوميها؟ لا هو قبليها بيوم نمت بنام بس بتنام. المشكله ايه بنام عدد ساعات قليل لان بسهر طبعا مع كابتن ياسر والمساعدين طبعا الجهاز الفني كله ان احنا وكابتن رانيا برضو بتاعه اللياقه ما بتنامش برضو معانا سهرانه. هسالك سؤال عشان جبت سيرتهم بتكون قاسي عليهم؟ بيستحملوك على مين؟ على الجهاز الفني بتاعك؟ الحقيقه هم شايلين كتير قوي بجد شايلينك؟ شايلين بامانه. الجهاز الفني شايل جامد جدا بيحاولوا في وقت البطولات دول يشيلوا حاجات كتيره بحيث ان انا ايه يفضوني انا اللي هو التخطيط بقى وبنشوف الماتشات ونحط التكتيك بتاعنا والخطط بتاعتنا وهم ونشوف الفرق الثانيه وازاي هنوقفها وازاي هنلعب دول انت عارف بقى شغل طبعًا التحليل ولازم طبعًا. الموضوع ده طبعا بياخد وقت كبير جدا مع الناس اللي شغاله اللي هي متخصصه في الموضوع ده. وتاني يوم المفروض تقوم الصبح طبعا انت عارف لازم تمرن الفرقه عشان النهائي بالليل طبعا. حصل بقى حاجه غريبه جدا رحنا خدنا الباص وهتروحوا الصاله الفلانيه رحنا الصاله الفلانيه تدريب صباح عندي تدريب صباح عشان عندي الماتش بالليل الساعه 6 فاينل فاينل لازم اتمرن واللعيبه متعوده ما ينفعش ما تتمرنش تمام. اروح مفيش صاله يعني الاقي ناس ناس بتلعب لا انتوا مالكوش معاد طب مش عارف نكلم اللجنه المنظمه نكلم طب خدهم وروح على الصاله الفلانيه رحنا الصاله الفلانيه مقفوله برضه مفيش صاله نكلم مش عارف مين نكلم مفيش يلا يا جماعه لو سمحتوا اتفضلوا رحنا الفندق الجراج بتاع الفندق جراج الفندق اتمرنت في جراج الفندق اجري والعب ومان تو مان ولعبنا وعملنا عايز اتمرن انا لعبتي ما ينفعش متعوده ما ينفعش
يعني يحصل الصعبة. يحصل دروب لعلمك لو ما اتمرناش يحصل دروب عالي جدا. طبعا انت متعود وعارف رياضي وعارف طبعا. الحمد لله خدنا بتاع نص ساعة 40 دقيقة كده واسترتشات ومش عارف ايه وحركنا الناس واشتغلنا وروحنا. بس ده برضو كان ايه؟ كان نوع من الحافز للعيبة. انا استخدمته كنوع عكسي بقى عليت اللعيبة بيه. عليت اللعيبة بيه. لان انا ايه بصوا بيعملوا في ايه فينا. صح. وخايفين منكم وانت عارف بقى الشغل طبعا. النفسي ده. مهم جدا. عليت الحتة النفسية دي عند اللعيبة لدرجة ان هم بالليل يعني الحمد لله يعني كانوا عملوا رغم الجمهور اللي موجود كمال الصلاة عملوا ماتش عالمي. وكسبنا 3-2 تقريبا 15-13 فريق كرتاش كانت عالية جدا في البطولة دي. اخر جيم كان ماشي كنت انت ماشي راكب الجيم ولا كان فريق كرتاش اللي راكب تفتكر؟ اخر جيم انا كنت كسبان 2-1. تمام. حصل اصابه لآية الشامي في السمانه حصل شد شويه في سمانه آية الشامي في الجيم الرابع رحت سحبها فرقوا علينا شويه رحت سحب الفرقه كلها الاساسي كله خلاص انا عرفت ان الجيم فانا كانت يعني وجهه نظري ان انا ايه الناس تريح شويه عايز. عشان الجيم الخامس ويبتدوا يركزوا ويشوفوا الدنيا من بره ويبتدوا ينزلوا الجيم الخامس خلص. نزلت الناس اللي بره الحقيقه تعبوا الفريق وده كان في مصلحتك. طبعا تعبوا فريق كرتاج والجيم اتقفل وكنا ممكن ناخده يعني كمان. كان فريق جامد والجيم اتقفل كنا ممكن ناخده وعملوا اللي عليهم ونزلنا الناس تاني الحقيقه حصل تركيز طبعا الجيم الخامس هم شدوا شويه علينا كان تقريبا سكور 11-12 11-8 ليهم وخلاص بقى في اخر الجيم والناس شده ومش عارف ايه واحده واحده ابتدينا نركز في البلوكات وحالات الصد والدفاع وعملنا كونتر اتاك كويس جدا الحمد لله ركبنا الجيم 13-11 تمام وخلص الجيم 15-13 خلاص انت عرفت ساعتها ان كابتن حمدي الصافي او النادي الاهلي كسب البطوله خلاص اول ما تعادلت وعديت بونت خلاص كنت متاكد يعني ثقتي بربنا ان احنا تعبنا جدا بامانه في الموسم ده كان موسم مهم واربع مواسم مهمه بس الجماهير لا ترضى في النادي الاهلي الا بالفوز اكيد طبعا عدينا الاربع سيب او تاريخ القصه الجديد ربنا يكون في عونك يعني انا حاسس بيك بس يعني هنخش على الموسم الجديد واستعداداتنا للموسم الجديد تمام بدانا الموسم باصابتين يعني فعلا ربنا يكون في عونك انا بتكلم بنور ياسين ودانا شوقي قول لي استقبلت الموسم ازاي وانت داخل على كل الكم ده والناس عايزه الكابتن حمدي الصافي او النادي الاهلي يكسب بطوله الناس متعوده من فرقه الطايره بنات متعوده بطولات فرقه الطايره بتشارك خلاص شكرا رايحين نجيب البطوله ونيجي الناس متعوده فطبعا دي مسؤوليه كبيره عليا وعليهم انا السنه دي كنت حريص جدا ان انا ابتدي بدري جدا يعني من اوائل الفرق اللي ابتدت في النادي وفي مصر عامه في كره الطايره احنا ان انا عارف الفرقه بتحتاج وقت كبير جدا في عمليه التركيز وعمليه اللياقه البدنيه وعمليه الاعداد وكده فكنت حريص ان انا ابتدي بدري طبعا الاصابتين دول بجد كانوا ضربه قويه جدا لينا الاثنين دول بالذات يعني كانت اوراق معايا كنت بستخدمها في اوقات كتيره اوقات ضغط علينا اوقات محتاجين نعلي الفرقه كان يعني عارف التغيير اللي هو بيبقى استراتيجي ده بينزل الاثنين سبحانك يا رب ونور في البطوله الاخيره لعبت اساسي كلها يعني البطوله كلها لعبت ان شاء الله عليها كانت متالقه في البطوله فالحقيقه طبعا يعني اثنين لعبتين هياثروا طبعا علينا بس ان شاء الله باذن الله يعني انا حاسس من اللعيبه ان هم ان شاء الله باذن الله هيقدروا يخشوا السيزون الجديد معانا يعني هيقدروا يلعبوا معاك في اي وقت من الاوقات ولا السيرتين دول بره السيزون خلاص يعتبر انا عندي يعني عندي امل احتمال ان واحده فيهم ممكن تلحق ان شاء الله باذن الله افريقيا اللي هي شهر 3-4 مظبوط تقريبا لكن دوري او كاس او جوه مصر او البطولات العربيه مش هيلحقوها هي يعني ممكن التفنيش بتاع الدوري السيزون التفنيش بتاع السيزون دوري وكاس وكده وممكن البطوله الافريقيه ان شاء الله كابتن حمدي الصافي قال للبنات ايه او قال السيدات بتوعنا ايه وهو داخل على موسم جديد مطلوب منهم يحققوا انجازات مره ثانيه ويفضلوا عايز اقولها لك يعني كده بالمفهوم اللي هو اللاعبين شبعوا كابتن حمدي صافي ما شبعش بطولات 36 بطوله كان لعيب بس لو في وقت ما كان لعيب بيجي له هو يحس ان هو ايه استكفى بطولات ازاي تقدر تديهم الحافز المره الثانيه هو بص الموضوع ده بيجي عن طريق المنافسه ملهاش حل خالص غير المنافسه مهما اتكلمت مع اللعيبه ومهما بيسمعوا فتره شويه وبعدين يبتدوا يكسلوا تاني يبتدوا فاهم لازم تعمل جو من المنافسه في الفرقه لازم كل مركز على الاقل يبقى فيه 2-3 كويسين ينافسوا بعض اللعيب لما بيحس ان في حد هياخد مركزه او او
او حد بينافسه قوي هو بيعلى معاه، الاثنين بيعلوا من غير ما يحسوا. فاحنا حاولنا السنه دي ان احنا نعمل جو من المنافسه بين اللاعبين اللي موجودين قدامه، وبنحاول نطلع ناشئين، بنحاول عملنا صفقتين بس للاسف لحد دلوقتي لسه ما اتحسمش امرهم، بقى لنا 3 اشهر. تقدر تعلن عليهم ولا ما تقدرش؟ لا ما بيتمرنوا معانا. بيتمرنوا وتعاقدنا معاهم ساره امين ودعاء محمد، ساره من الشمس ودعاء من الزمالك. ايه اللي حصل؟ اعتقد ساره في مشكله في عقدها. في مشكله مع نادي الشمس في عقدها والاتحاد، وبرده دعاء في بيقولوا احتمال يبقى في بند في عقدها، بس معاها نسخه برده ما فيهوش البند ده، يعني في مشاكل في العقود. فاحنا مستنيين لجنه الطعن في اتحاد الطايره، لجنه شؤون اللعيبه، ان شاء الله باذن الله. المفروض يعني بنسمع كل فتره، نسمع الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي، بس ان شاء الله باذن الله خلال الفتره دي لازم، لان الدوري خلاص اخر الشهر ده. اخر الشهر ده الدوري خلاص اوريدي، الدوري يوم 26/10 النهارده تقريبا 10، فلازم 16 يوم. لازم خلاص في خلال الفتره اسبوع، لازم خلال الاسبوع ده نعرف راسنا من رجلينا، لان هم اتنين لعيبه مهمين جدا وتمرنوا معانا تقريبا، عملوا فتره الاعداد كلها معانا. يعني محتاجهم كفايه اتنين اتصابوا، اتنين مش محتاجينهم. الحقيقه هما اتنين لعيبه ملتزمين ومنسجمين جدا مع بقيه افراد الفريق، الفرقه كلها تحبهم ومنسجمين معاهم. بالاضافه طبعا احنا عندنا النجوم بتوعنا وعناصر الخبره بتوعنا والنجوم بتوعنا طبعا كلهم متالقين في التدريب وجاهزين وعاملين موسم اعدادي قوي جدا يعني. طيب بص يا كابتن عندي، لازم هنعمل شويه راحه معاك عشان انا عارف الدنيا سخنه جدا، القعده معاك مش هنخلص، لكن في جزء مهم في حياتك، هنرجع تاني للعيبه وهنرجع تاني للنادي وكل حاجه. في جزء مهم في حياتك الاسره، لازم نعرف اسره كابتن حمدي الصافي للناس. ما شاء الله هو مراته كابتن ايهاب الغنام، كابتن ايهاب الغنام دي كابتن مصر، كابتن النادي الاهلي، وهي عضو مجلس اداره اتحاد كره السله الحالي. عنده ابن كابتن يوسف الصافي، هو من احسن ضريبه طالعين في المستوى، يا رب يكون احسن منك عشان انا بحبه جدا انت عارف. وعنده كابتن حمزه وكابتن نور. كابتن حمدي اسره رياضيه متكامله. قول لي مع كل الاجواء دي انت متعايش ازاي مع الاولاد؟ ولادك بالذات، يعني انت اكيد تدريبات، تركيز، تحليل، ماتشات، سفر. احنا حياتنا زي كل اسره رياضيه في النادي الاهلي. قول لي. يا اما في ملعب التدريب، يا اما في ملعب التدريب. لا فعلا فعلا يعني انت مش بتقابلهم؟ يعني تقريبا ما بتشوفهمش. لا هم مقيمين معايا في النادي اصلا. قاعدين معاك في النادي؟ قاعدين معايا في النادي، ليهم تدريباتهم، ليه انا ليا تدريباتي. طبعا بيبقى في وقت طبعا للاسره، اكيد طبعا الويك اند بتاعنا الاجازه لازم طبعا نجتمع مع بعض. نسيت طبعا تقول ان الكابتن، بنروح للكابتن طارق الغنام. لا ده لسه كابتن طارق الغنام. والكابتن طارق الغنام ده كابتن سعيد خير، الخال كابتن طارق الغنام والجد كابتن طارق الغنام. انا يعني فعلا هي اسره رياضيه عظيمه. عايز اسالك سؤال، ازاي اقنعتهم بالطايره ومعانا كابتن ايهاب الغنام؟ عايز اعرف يعني ازاي عملت دي؟ لا هو انا يعني لحقوني برضو وانا بلعب، يوسف لحقني وانا بلعب، كنت باخده معايا في حتى في ليه صور وانا بستلم كاسات وميداليات موجود معايا في الملعب. وحمزه كان بيلعب طايره ساعتها، كنت ابتديت ازقه بقى في تحت 8 سنين و9 سنين. حمزه برده ليه صور وانا موجود في اخر ايام، يعني في قبل ما اعتزل كان موجود بيتصور. فالمشاهد دي اتاثرت طبعا. طب خلاص حمزه ويوسف يعدوا. طب نور تمشي تبع رحاب؟ يعني تمشيش تبعك ازاي؟ ازاي نور بقى؟ انا استخدمت وسيله تانية. اتفضل. ان انا اقوى في البيت. اقوى بقى. وانا مدرب بقيت اخدها معايا تشوف الـ 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 البنات في التدريب واللعبات، ويقعدوا يتكلموا يلعبوا معايا حبه الكره الطايره. حبه الكره الطايره بالطريقه بقى البيت كله طايره والحبل لوحدي. طيب قول لي يا كابتن حمدي، فعلا شايف يوسف ازاي؟ احسن من حمدي الصافي ولا هيعدي حمدي الصافي ولا ايه؟ بصراحه بص يوسف وحمزه بالذات. لا انا نفسي طبعا كل اب نفسه ولاده يبقى احسن ناس في الدنيا. بس هو النقطه يعني كل لعيب وكل واحد بيبقى ليه بدايه مختلفه، بيبقى ليه واقع مختلف، بيبقى ليه نظام مختلف، فما فيش حد بيبقى شبه التاني. استحاله تلاقي لعيب شبه حد اللي يقول لك ده خليفه فلان وخليفه فلان، صعب جدا، بيبقى الموضوع صعب جدا. بس اتمنى طبعا ان هم يبقوا من احسن لعيبه في مصر ويشرفوا مصر وناديهم النادي الاهلي باذن الله. كابتن حمدي الصافي عندي كذا سؤال مع نور، بس خلينا الاول في يوسف. يوسف وحمزه لما بتقعد معاهم في البيت بتوجههم؟ اكيد طبعا بتوجههم. اكيد طبعا. بتقعد تقول لهم ده صح ده غلط؟ وبهتم جدا يعني. مش يعني حته الفنيات برضو بقى يعني ممكن ما اتكلمش فيها كتير،
يعني الا لو شفت له تمرينه مثلا شفت حاجه غلط مش عارف ايه، دايما بركز على حته السلوك، حته الانتماء يعني بركز فيها جدا الحته دي، لان لو هم طلعوا سلوكهم والتزامهم ده هيعليهم جدا في المستوى الفني. المستوى كده كده الفنيات هياخدوها، عندنا مدربين في النادي الاهلي على اعلى مستوى كده كده هياخدوا الفنيات، وانا يعني مش قلقان من الحته دي، انما حته السلوك والالتزام دي اهم حاجه بالنسبه للاعب. طيب قول لي اولياء الامور والنادي الاهلي او الرياضه بصفه عامه، ازاي بالكابتن حمدي صافي بيتعامل مع نور وهي تحت قيادته في الجهاز؟ ما عرفهاش خالص خالص، مش عامله لك مشاكل؟ لا خالص، لان هم انت عارف الكلام اللي بيتقال طبعا، دي بنت كابتن حمدي، ده ابن ده ابن فلان، ده ابن فلان، الكلام ده بس انا في ظلم شويه الكلام ده، الكلام ده بعمله لو انا مديها مميزات. مفيش اي مميزات خالص نور، يعني ملهاش اي مميزات خالص، زيها زي اي حد، حتى لما تيجي في التمرين مثلا تدخل التمرين معايا او حاجه بزعلها هي وزمايلها دلوقتي على بره، كله بره الا لو هيساعدونا يرموا لنا كور مش عارف ايه بسيبهم. بتسيب اول ما احس بقى ان هم هيحصل دوشه في التمرين بقى ويبوظوا الدنيا بقوم كله بره، ده كله بره. طب ازاي طب كابتن ايهاب مش بتسال من كده؟ ان هي كلهم لعبه طايره ما حدش لعب فيهم بصر؟ لا بتتضايق فعلا، اتضايقت شويه بس هي بعد كده استسلمت. يعني قول لي كابتن ايهاب عامله ايه معاك في البيت؟ يعني لازم تديها حقها، يعني عارف انت الزوجه لما بتكون قاعده هي اكيد الكابتن ايهاب انا عارف بتروح وبتنزل مجلس اداره وكده، لكن اكيد حاجه برضو هي شايله الحمل الاكبر. لا بامانه الله يكون في عونها فعلا، مدرسه ودروس ومذاكره وتدريبات طبعا انا ليا شغلي الخاص وبالاضافه للتدريبات. ما انا عارف انك بتنزل شغلك الصبح. الصبح شغلي الخاص وبعد الدور طبعا النادي والتدريبات وشغل الفولي، فطبعا بيبقى الحمل كله عليها والله يكون في عونها بجد، يعني هي وكل الامهات الله يكون في عونهم شايلين شيله صعبه. شيله صعبه. قوي. طب هنخرج من كابتن ايهاب وهنروح لاولياء الامور، وفي ضغط دلوقتي على الرياضه المصريه بصفه عامه، ففي ضغط هجمه كبيره، مش هقول هجمه، يعني كل اولياء الامور بتبوش الولاد ان هم يلعبوا رياضه. تمام. في مشاكل كتيره بتحصل بسبب ان ولي الامر ساعات بيزيد في الموضوع، بتتعالج ده ازاي في النادي؟ بص هو يعني كل ولي امر طبعا نفسه ابنه يبقى احسن واحد في الدنيا، وكلنا كده كلنا اولياء، انا ولي امر وانت ولي امر ومجربين الكلام ده، بس هي النقطه يعني انا نفسي هم بس ايه يسيبوا الولاد شويه يتنفسوا، يعني ما يضغطوش على الولاد، لان الضغط على الولاد بيأثر على مستواهم الفني، بيأثر على النفسيات، بيأثر على كل الكلام دوت، فانا نفسي ان اولياء الامور يتابعوا ويركزوا مع اولادهم ويدوهم احسن حاجه ويجيبوا لهم احسن حاجه ويبقوا متابعينهم في مستواهم الفني، بس ما يضغطوش على نفسيه الولاد ان هم يبقى حته ان هم يحملوهم فوق طاقتهم. وانا دايما لما يجي ناس بيتكلموا معايا بقول لهم ولادكم هيبقوا كويسين، بس انت ابنك ممكن كمان سنتين تلاقي حاجه غير كده، هيحصل له طفره. مظبوط. انت عاوز دلوقتي، مش هتيجي دلوقتي، لا امكانياته الجسمانيه ولا سنه يسمح ليه ان هو يعمل الطفره دي دلوقتي. فهم كل اولياء الامور لازم يفهموا الكلام ده، ان كل ولد او بنت هيجي له وقت وهيعمل الطفره بتاعته في الرياضه، يسيبه يعيش حياته الرياضيه ويسيبه يعمل الطفره دي براحته. طيب نخش على قطاع النشآت، واحنا خدنا بقى اولاد الصغيرين، نخش على قطاع النشآت عندك في النادي. قطاع النشآت واللي ماسك القطاع النشآت كابتن نور عطيه. طبعا. وجه التعاون، وجه الكلام بينك وبين الكابتن نور عطيه، بنتعامل مع بعض ازاي؟ كابتن نور طبعا كابتني نمره واحد، اللي ما عرفوش الناس ان كابتن نور دربني. انا كنت تحت قيادته واحرزنا مع بعض بطولات افريقيه وبطولات عربيه واخدت احسن لاعب معاه، حاجه كده حاجه جميله جميله جدا. كابتن نور طبعا اول ما مسك كابتن نور كنت مبسوط جدا، لان انا عارف اخلاقه وعارف فنياته وعارف راجل ملتزم جدا وراجل محترم جدا. فطبعا اتكلمت معاه واتفقنا على كل حاجه وعلى شكل الشغل هيبقى عامل ازاي فانا طبعا انا باثق جدا في الكابتن نور عطيه وسايب له يعني بنسبه كبيره جدا قطاع الناشئين، يقدر ياخد في القرارات اللي هو عاوزها واللي شايفها في مصلحه اللعيبه. بنقعد مع بعض كل فتره بنتكلم ايه الاخبار الدنيا، ايه المشاكل هنا ايه وهنا، يعني بننسق تنسيق عالي جدا مع كابتن نور، بحيث ان شاء الله باذن الله فرق ناشئات الاهلي السنه دي يحققوا نتائج اللي احنا يعني اللي احنا متعودين منها على طول. هنرجع لناشئات الاهلي ونقول ان هم ما شاء الله اغلب البطولات لو ولم يكن كلها
بيكسبوها تقريبا. في سنه خدنا كل البطولات بنسبه 100%. في سنه خدنا خبوع، دي كان كابتن محمد شعراوي اعتقد كان موجود فيها. اول سنه كابتن شعراوي، اول سنه. وفي سنه بيقع مننا حاجات، ان انت عارف طبعا عمليه السن وكل السنه دي موجود اللعيبه دي هنا، السنه الجايه موجودين في الفرقه الاعلى. عمليه التنقلات دي ممكن يحصل دروب في سن معين، ممكن جيل معين يحصل فيه دروب، بيبقى اللعيبه السن مش كامل في الفرقه، بيحصل في نقص في بعض المراكز، فممكن تخسر. وارد ان انت تخسر بطوله، خاصه ان كل الانديه دلوقتي شغاله في الكره الطايره وفي الرياضه عامه بصوره كبيره جدا، بصوره كبيره في قطاع الناشئين عندنا بامانه. يعني في ناس شغاله بالف وبه وجيم ودال وعين شغاله حاجات كتيره، شغالين بكميه لعيبه وعاملين قاعده كبيره جدا. احنا في النادي الاهلي مركزين على حته مش الكم، مش الكم، الكيف. يعني ان احنا ايه مركزين على طبعا النادي الاهلي هي فرقه واحده، من حته ان احنا الف وبو جيم ودال دي ما فكرناش ان احنا نعملها في النشاط الرياضي. فاحنا مركزين على فرقنا ان احنا نحقق بيها البطولات. ممكن يقع مننا حاجه، بس يعني بتبقى ظروف معينه في سنه معينه، في السن ده مثلا العدد مش كافي او في كذا مركز وكده، فبيأثر على نتيجه الفريق. عندنا تجربه حصلت في قطاع الطايره بنات اعتقد في النادي الاهلي، ما حصلتش تقريبا في اي جهاز تاني، في سن 8 سنين. تمام. كابتن يسرى عبد الكريم، كابتن ساره طلعت، اتنين من نجوم النادي الاهلي ماسكين 8 سنين بنات. تمام. واعتقد دي التجربه الوحيده الموجوده في النادي الاهلي وفي مصر تقريبا. في مصر. قولي شايف التجربه دي ازاي؟ انا شايف التجربه دي ناجحه جدا. الفكره جت انا وكابتن نور كنا قاعدين مع بعض وفي تشكيل الجهاز في الاول، فعندنا الاسمين عايزين تستفيد من الاثنين دول، يسرى عبد الكريم وساره طلعت، اسمين كبار جدا في عالم الكره الطايره النسائيه في مصر. ولازم نستفاد منهم. وانا كنت بكلم كابتن نور ان عدد الولاد في السن الصغير ده كتير جدا على مدرب. يعني 20 لاعب ولا 25 لاعب كتير، زياده جدا. محتاج قوه خارقه انه يقعد يركز مع 25 ولد، وعاوز الولاد تستفاد. هيستفاد ازاي؟ يعني اكيد مثلا هيقع منه لعيبه معينه لازم. وفي ناس كتيره كانت بتشتكي من الحته دي، ان المدرب مثلا مركز، طبيعي ان هو عنده ماتشات ومباريات هيركز على الناس القديمه اللي هي بتلعب 8 9 10 الناس الجداد مش هياخدوا الجرعه الكافيه. فكانت الفكره جت من هنا، ان احنا ليه ما نحطش الاثنين في فرقه واحده، واسمين قامتين كبار من غير تحديد مين واحد ومين اثنين. الاثنين هم مدير فني الفريق وكباتن فريق، وفي تنسيق عالي جدا بينهم، وانا بتفرج على تدريباتهم وبتفرج على كل حاجه بيعملوها. الحقيقه انا فخور بيهم وانا مبسوط، لان التجربه يعني تقريبا شبه ناجحه الحمد لله. شبه ناجحه. كابتن حمدي يقول لمجلس اداره النادي الاهلي التجربه دي نجحت كمدير فني، نحاول نطبق في كل ده في الثمان سنين في كل الالعاب تقريبا عندنا، او 8 10 سنين. رايك؟ يا ريت فرق المهرجانات كلها الثمانيه والعشره، يا ريت يبقى مدرب واثنين وثلاثه كمان لو يبقى. على مستوى النادي ككل، على مستوى جميع الالعاب هتفرق جدا. هتفرق لكل مثلا 7 لعيبه او 8 لعيبه هيبقى معاهم مدرب. تمام. تبقى حاجه عظمه جدا. يعني كابتن حمدي صافي بيطمنا على قطاع الناشئات كلها في النادي الاهلي من 8 سنين لغايه 19 سنه، بيقول ان هو ما شاء الله ماشيين في المنظومه اللي احنا محتاجينها. الحمد لله. هنرجع تاني مره بقى نخش على المنافسه المحليه، نسيبنا بقى خلاص كده من الناشئات ونرجع تاني. المنافسه المحليه مع مين يا كابتن السنه دي؟ المنافسه المحليه كالعاده طبعا الشمس. الزمالك داخل جامد برضه، بقى له سنتين داخل بقوه. سبورتنج اسكندريه وبرضه وادي دجله. وادي دجله حلوا الفريق الاول. من اخر مره لعب معانا نهائي الكاس، وهم حلوا الفريق الاول ومعتمدين على قطاع الناشئين دلوقتي، بيعملوا قطاع كويس جدا في الناشئين عشان يعملوا فريق جديد للدرجه الاولى. فاعتقد دولت اغلب اعتقد زمالك وشمس وسبورتنج، هم دول ثلاث فرق منافسين. ده المربع المكتمل. المربع تقريبا هو اعتقد هو ده السنه اللي فاتت كان المربع. نفس الموضوع. في اضافات للفرق دي كلها، دخلوا اضافات عليهم ولا ما حدش استقبل حد جديد من بره كفرق؟ الزمالك على طول بيجيب. يعني الزمالك بيشتري كل سنه. بيشتري. الشمس برضو دعم كان السنه دعم بدعاء الغباشي بتاعت لعيبه وادي دجله، لعيبه مميزه ولعيبه منتخب مصر. اديته قوه طبعا بالاضافه للعيبه اللي موجوده عنده. سبورتنج اسكندريه طبعا لظروف ان هو موجود في اسكندريه بيدعم من الانديه اللي هي حواليه في اسكندريه. طب قول لي، احنا دعمنا بلعيبه اوكرانيه السنه دي؟
هي نفس اللعيبه اللي كانت معانا السنه اللي فاتت لعبت معانا الاربع بطولات وتالقت الحمد لله. احنا بنجدد فيها الثقه السنه دي. انا بشكر طبعا اداره النادي والنشاط الرياضي ان هم جددوا لها السنه دي وهتبقى موجوده معانا باذن الله. موجوده. طيب لو سيبنا المنافسه المحليه وخرجنا للمنافسه الافريقيه وهي الاهم او الاقوى، شايف المنافسه الافريقيه ازاي في المرحله الجايه؟ هو بص، هو احنا عندنا محطتين السنه دي. اتفضل. المفروض بطوله عربيه كانت هتتعمل في شهر 12 ديسمبر، بس جت معلومات ان هي ممكن تتاجل لشهر 2. تمام. وعندنا البطوله الافريقيه بتبقى في مارس او ابريل، يعني ما بين مارس وابريل. فاعتقد دولت بيبقوا اهم محطتين لينا، بنبقى بنشتغل دايما عليهم ان احنا نجهز لهم. بالنسبه للبطوله العربيه طبعا المنافسه بتبقى عربيه مع فرق تونس والجزائر، دي اساسي. الافريقيه بقى يخش عليهم نفس الفرق، يخش عليهم فرق كينيا وفرق الكاميرون. هم في المنافسه الافريقيه اللي جايه. والتوانسه نفس الكلام معانا. التوانسه معانا، ما انا بقول لك هم تونس والجزائر اساسي في العربيه. اساسي في العربيه. بنفس الفرق ديت بتدخل الافريقيه ومعاهم بقى فرق كينيا وفرق الكاميرون. طلبتوا معسكر من النادي الاهلي او حاجه زي كده ولا لسه ما شفتش الخريطه مظبوط؟ لا لسه الخريطه لحد دلوقتي ما اتحطتش يعني قدامنا مظبوطه، فما نقدرش نطلب اي حاجه من غير ما يبقى فيه تحديد مواعيد واذا كنا هنشارك ولا لا. ممكن يحصل تضارب في المواعيد العربيه مع الافريقيه فساعتها نختار او نقرر، فالحاجات دي كلها يعني هتبان الفتره اللي جايه باذن الله. جالي حاجه مهمه ان كابتن حمدي صافي لما كسب افريقيا كان المفروض يسافر بطوله العالم، صح؟ هو احنا في الثلاث مرات اللي كسبنا فيهم افريقيا معايا يعني في الفتره الاخيره كان بيتقال لنا ان احنا المفروض نروح بطوله عالم ونشارك وكده، بس للاسف الاتحاد الدولي اخذ قرار حتى بالنسبه للرجال ان الرجال والسيدات ما يشاركوش في اخر بطولتين. او ليه؟ بيبقى داخل فيها تصنيف المنتخبات. تصنيف المنتخب، المنتخب بتاعك في اخر بطوله عالم تصنيفه ايه، حقق مركز ايه. فدايما بيبقى حظنا سواء احنا او فريق الرجال بنستبعد في اخر جولتين او ثلاثه لبطوله افريقيا. بس احنا طبعا عرضنا الموضوع على الدكتور عمرو ووعدنا ان هو هيتكلم مع الناس في الاتحاد الدولي ان لازم يبقى فيه ممثل لافريقيا باذن الله. كابتن حمدي صافي بعد كم البطولات اللي حققوا مع السيدات ما فكرتش في مره تمرن فريق رجال؟ مش ناوي؟ طيب والله بص انا كل ما يعني كل ما الواحد يفكر في حاجه يحصل نجاح مع الفرقه وفي ترابط بينا يعني في كيمياء كده حصلت بينا وبين الجهاز اللي موجود والفرقه اللي موجوده. هم يعني الناس بتقدرنا وبتحبنا واحنا بنقدرهم جدا وبنحبهم، فيعني الود موجود والبطولات موجوده، فمش عاوزين نوقف. لو تعرض على كابتن حمدي الصافي فريق رجال منتخب مصر يروح؟ صعب السؤال، صعب صح؟ لا لا هو اقول لك حاجه، هو انا دايما بحب اركز يعني ما اعرفش امسك حاجه مع حاجه يعني فاهم. لما احب امسك منتخب همسك منتخب اتفرغ له سواء منتخب رجال او منتخب سيدات او اي منتخب. مش مع الفكره اللي انت تمسك نادي لا ونمسك منتخب؟ لا شايفها ما بحبهاش. شايفها ازاي؟ بتبقى صعبه. يعني بقى جربتها مره، يعني في مره اسندوا ليا منتخب السيدات جربتها تقريبا شهر واعتذرت. انا مع حته التركيز. مع حته التركيز. كابتن حمدي منتخب سيدات عندنا منتخب ناجح مش منتخب؟ لا لا منتخب كويس جدا طبعا. على المستوى العالمي ليه سيدات الطايره بصفه عامه ما بتطلعش في مراكز فوق؟ انت عارف يا كابتن خالد مفيش مشاركات مستمره. بعيد جدا عن بطولات العالم بقى لنا فتره. الكلام ده كله لازم احتكاك يعني. انت حتى لما شفت منتخب مصر الطايره الرجال لما لعب في بطوله العالم مع استمرار الماتشات المستوى بيعلى وبتحس ان انت مفيش فرق بينك وبين الفرق الثانيه. انت لو لعبت في المستوى ديت كل سنه في المستوى اللي موجود ده بتاع العالم ده، لو لعبت في السنه 3 4 5 بطولات هتدخل مع الناس دي. انما ما اقدرش اجيب اللعيبه من البيت او البنات من البيت ونعمل اسبوعين في فندق ويلا بينا نروح ناخد بطوله عالم، مش هينفع الكلام ده. شايفها ان هي لازم يكون ليها محطات اعداد كتير طبعا، واحتكاك لازم احتكاك لازم. مش مجرد تمرين بس، احتك مع الناس دي. عندنا بنات ممكن يحترفوا بره مصر يا كابتن؟ طبعا في عندنا. طبعا. طب عندنا حد في الوقت الحالي ولا ممكن يحترفوا؟ لا في الوقت الحالي فيه، وفي بنات سنهم صغير ممكن يحترفوا، وفي الموجودين كل معظمهم ممكن يحترفوا بره. معظم. وفي ناس جالها عروض بره، عروض في تركيا وفي امريكا وفي حتت كتير. حضرتك جربت الاحتراف قبل كده؟ انا لعبت في روسيا موسم بس تلكت ورجعت. مش قادر تقعد هناك؟ لا لا المستوى هناك عالي جدا. عالي
قول لنا ايه خبرتك في الاحتراف؟ يعني لما رحت هناك شفت المستوى شكله ازاي؟ فرق التدريب وفرق يمكن فرق ايه؟ فرق لا فرق السماء من الارض. انت هناك لاعب محترف زي ما نشوف لعيبه الكوره كده دوري انجليزي والدوري لا محترف دوري روسي كبير انا عارف من الصبح بدري العربيه تجيلك يلا بينا على النادي يلا بينا يستلموك ترجع بالليل هو بيسيبك يوم في الاسبوع الويك اند ان انت تعيش حياتك بقيت الاسبوع انت بتاعه ما فيش ضلمه طب اقول لك يا كابتن حمدي لعبت في عصر ما كانش فيه سوشيال ميديا زي دلوقتي كنت تمنى تلعب في العصر ده كلاعب طبعا اكيد طبعا السوشيال ميديا عامله حاجه احنا الجيل بتاعنا واللي قبلنا اتظلموا شويه في الاعلام وفي كل حاجه انت لو بتحقق البطولات ديت والانجازات ديت في الوقت الحالي لا كنت حاجه تانية الموضوع اختلف طبعا السوشيال ميديا والاعلام دلوقتي قوي جدا وكم قناه رياضيه وبطولات على اللايف لا كل حاجه انت بتبقى بتلعب في اخر حته في العالم والناس كلها ماسكه الموبايل بتتفرج عليك كله لايف كله بكشوف كله مفيش كان كل البطولات بقى اللي احنا لعبناها ما حدش شافنا ديت والانجازات دي لا كانت هتفرق معانا طبعا علاقه كابتن حمدي الصافي وهو المدير الفني للنادي الاهلي بالسوشيال ميديا ايه؟ لا مش ناشط قوي مش بتابع ناشط. بس بتابع بس ما احبش اشارك كتير مش لكن بتشوف طبعا بشوف قبل الماتشات المهمه ممكن تقول للبنات لو سمحتوا التليفونات بلاش سوشيال ميديا ولا سايبهم على طبيعتهم بص انا ما بحبش الاسلوب ده بحب يبقى في كنترول بس من داخل من اللعيبه ذات نفسهم بحب يعملوا ده برضاهم وعشان هم لو هم ما عملوش كده يبقى مش حاسين بقيمه اللي هم رايحينه لا انا بتكلم معاهم مش انا بس كالجهاز بتاعي بنوصل للعيبه ان هم اللي عاوزين يروحوا يجروا يناموا هم اللي عاوزين يروحوا يجروا يتمرنوا هم اللي عاوزين يعملوا كل حاجه عشان هم حسوا الفرق بعد دلوقتي بقوا ناس معروفه ومشهوره الجماهير معاهم في كل حاجه خلاص تعرفوا بقوا مشهورين اللعيبه بقى يعني اربع خمس سنين ممكن ما كانش حد يعرف ناس كتيره فيهم الحمد لله كلهم دلوقتي بقوا معروفين ومشهورين ده جه من ايه؟ من البطولات والانجازات اللي انت فهم عرفوا قيمه الحاجات دي فلا وصلوا لمرحله فعلا ان هم بقوا عندهم خبره وعندهم نضج ان هم في كنترول على نفسهم كابتن حمدي الصافي في بطوله من البطولات طلب على السوشيال ميديا دعم الجماهير طبعا صح؟ اشمعنى البطوله دي؟ كانت بطوله عربيه كانت في مصر كنت متضايق قوي ليه؟ بلعب في مصر ومش شايف والنادي الاهلي بيلعب ومش شايف جمهور حزين طبعا ضايقت بس لما طلبنا دعم الجمهور انا واللعيبه حصل طوفان من الجمهور وكانت اعظم حاجه بالنسبه لك طبعا لعبنا نهائي الصاله ما فيهاش مكان وكانت حاجه محترمه جدا يعني تقول للجماهير دي احنا بنشكرهم طبعا بنشكرهم كل جماهير النادي الاهلي الحقيقه ناس محترمه وسبب اساسي في جميع انتصارات النادي الاهلي في جميع الالعاب الجماهير طبعا الجمهور موجود النادي الاهلي يعني خلاص معدي حدث ولا حرج لا معدي خلاص انت بس ايه اعمل اللي عليك شويه في الملعب خلاص خلصت بيدي باور مش طبعًا طبيعي طبعا انت شفت البطوله الاخيره وجود الكابتن خطيب في البطوله العربيه ايه الحلاوه دي حاجه محترمه جدا حاجه ساعد كابتن حمدي الصافي جدا الجماهير طبعا لو كنت لعبت قدام الجمهور ده كنت عملت ايه؟ كنت ايه احسن لعيب في العالم؟ لا الحقيقه الجمهور الاهلي يحرك الصخر بامانه يعني بامانه والله كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي قبل الموسم الجديد نقول له ايه؟ نقول له فرقه يعني عامه فرقه الطايره هتحقق يعني هتبذل اقصى ما في وسعها ان هي تحافظ على البطولات اللي حققتها بالرغم من الظروف الصعبه اللي هي بتمر بيها بس أكيد. انا عندي ثقه في لعيبتي بلا حدود وعندي ثقه في جهازي والحمد لله عندي ثقه في نفسي ما شاء الله فان شاء الله باذن الله هنحاول ان احنا نساعدهم وان شاء الله لو حصلوا في بطولات في مصر احنا منتظرينكم برضو عشان نحقق نفس الانجازات باذن الله تقول لي اللي عدتك ايه قبل ما يبدا الموسم الجديد عشان نحافظ على البطولات اللي حصلت هم عارفين تعب والتزام يعني بطوله وهم الفتره اللي فاتت الحقيقه بيتعبوا بس دي يعني منتظرين منهم اكتر لان الموسم هيبقى صعب جدا الناس كلها يعني
مش معقوله الاهلي قاعد يكسب يكسب واحنا يعني عارف احساس الفرقه الثانيه. لازم اوقع الفرقه دي. ايه الفرقه اللي قاعده تكسب افريقيا في عرب فيها ان شاء الله؟ الاحساس بتاعهم انه عاوز يوقعك. فده حق مشروع ليه. صح. فانت هتلاقي منافسه صعبه جدا. دي حقيقة. ما تفتكروش ان انتوا هتروحوا تاخدوا البطولات وتمشوا. لا، الموضوع يبقى صعب. صعب جدا طبعا. كلمه اخيره للاسره كابتن رحاب الغنام بالاخص. لا طبعا اسرتي هي كل حياتي وانا بشكرهم على دعمهم ليا ووقفهم جنبي واتمنى باذن الله ان اولادنا يبقوا احسن لعيبه في مصر ويبقوا احسن لعيبه في النادي الاهلي ويحققوا نفس الانجازات اللي انا حققتها انا ووالدتهم باذن الله. كلمه اخيره لمجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي بنشكرهم على الدعم الفتره اللي فاتت. الحمد لله حققنا كل اللي وعدنا بيه. الفتره اللي جايه بنوعدهم باذن الله ان احنا هنبذل اقصى ما جهد عندنا ان احنا نحاول نحافظ على البطولات اللي حققناها باذن الله. سعيد باللقاء. مش قادر اقول اكتر. سعيد جدا جدا باللقاء. صدقني يا كابتن حمدي لو قلت لك ان انا من احلى اللقاءات اللي عملتها شخصيا. مبسوط في القعده مش عايز تخلص بس الوقت يداهمنا زي ما بيقولوا. كنت شرفتنا ونورتنا حبيبي يا كابتن خالد. انا اللي مبسوط جدا وبجد انا حاسس ان انا بتكلم يعني من القلب. قاعده هاديه جدا برا الكاميرات. لا انا مبسوط جدا وانا برضو بقول لك من احسن اللقاءات اللي انا عملتها في قناه الاهلي وفي التلفزيون عامه. كابتن حمدي هنتابعك انت والفرقه بتاعتك وان شاء الله هندعمك في كل الاتجاهات وان شاء الله هتكون موجود هنا معاك الاربع بطولات يا رب يا رب ان شاء الله. شرفتنا يا كابتن حمدي. حبيبي يا كابتن خالد. شكرا لكل جماهير النادي الاهلي. لقاء ممتع مع نجم كبير مع سائد بطولات كابتن حمدي الصافي. في الختام بنشكركم والى اللقاء.